زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة. الحكومة تستنفر نساء ورجال التعليم بعد أن أعربت عن نيتها تمرير القانون التنظيمي للإضرار ونساء ورجال التعليم على صفيح ساخن. في هذا الإطار نستضيف واحد من أبرز الوجوه النقابية والحقوقية في المغرب، الفاعل التربوي كبير قشر. سي كبير، مرحبا بك. شكرا جزيلا سي حميد على الاستضافة، وكل تضامن معك بداية في محنتك، هذه المحنة المتواصلة والتي هي انتهاك للحق في التعبير، للحق في النقد، للحق في المشاركة في تدبير الشأن العام، وللحق أيضا في فضح الفاسدين والمفسدين. شكرا بزاف سي كبير، وفخر لي أن يكون تضامن منكم سي كبير قشر. سي كبير قشر، يكون عندنا جوج المحاور في هذه الحلقة. طبعا كاين السياق لليوم، نساء ورجال التعليم والآباء والمغاربة كاملين يسألون بأي حال عدت يا دخول مدرسي، وعاد غنمشيو للاضراب ديال هذا القانون. علاش خلعكم هذا القانون ديال الاضراب؟ شنو هما المقتضيات اللي فيه؟ وهلما جا الاسئله نبداو بهذا السؤال، كيفاش عاد الدخول المدرسي دابا؟ واش كاين اجواء؟ واش كاين استعدادات؟ خصوصا وانه كان نقاش حول ان الملفات العريقه ديالكم دابا تحلت، فالمفروض يكون يعني دخول مدرسي نموذج. واش كاين مؤشرات؟ بالنسبه للدخول المدرسي فهو نعتبر هذا الدخول لهذا الموسم الدراسي هو دخول من مرحلة سيئة إلى مرحلة أسوأ على جميع المستويات. سأبدأ بداية حتى فيما يتعلق بالتلاميذ، الإطعام المدرسي الذي تعطى انطلاقته بعد انطلاق الموسم الدراسي، 2 دراهم لتتخصص السي حميد للتلاميذ ديال التعليم الابتدائي في الإطعام المدرسي. هذا العام حيدوها لهم، هذا اللي تيحيد 2 دراهم ديال البقشيش بالنسبة للأطفال. هذه الفرحة الصغرى المرتبطة بالمدرسة واللي تتبني واحد الذكريات كبيرة وتتشجع التلامذة حتى في العالم القروي على الالتحاق بالفصول الدراسية ديالهم، هذا العام حاولوا يمدوا لها اليد حتى هي. من بعد ما مدوا اليد للجيوب ديال الآباء بإلغاء برنامج مليون محفظة، الآباء الآن بعد هذا الموجة ديال الغلاء، هذه الأسعار اللي تتحرق الجيوب وتتحرق الأفئدة وتتحرق الآباء والأمهات، هذه الأسعار الملتهبة ديال المواد الغذائية وديال الخدمات كلها تضاف لها ثاني لهيب آخر، وهو اللهيب ديال المحفظة ديال التلميذ، ديال الكتب ديال التلميذ. في الوقت اللي وزارة التربية الوطنية أعطت صفقات اللي هي مسيلة للعاب على ربطات العنق ديال هاد الناس اللي ولاو أترياء ديال أزمة المدرسة العمومية، مشاو تيطبعوا المقررات في الصين بالملايير. كيفاش؟ مشاو تيطبعوا المقررات ديال المدرسة العمومية بالملايير في الصين. هادو ناس اللي مرتبطين بوزارة التربية الوطنية ويعرفون من أين تؤكل الكتف، لذلك هؤلاء البكاؤون على المدرسة العمومية هم المخربون ومعاول هدم المدرسة العمومية وتخريب هذه الخدمة العمومية ومحاولة اجتتات كل ملامح المجانية من المدرسة العمومية. هادو ناس ستعرفهم وزارة التربية الوطنية مزيان، كما تتعرف كذلك أكاديمية الرباط وما تسيله من لعاب، وكيف الصراعات اللي راه مازال لحد الساعة تفوت تعيين مسؤول الأكاديمية على المستوى ديال هاد الجهة هادي، وكذلك جهات أخرى، وتنعرفوا الفساد المستشري فيها. يكفي أن أشير في هذا السياق، عندنا مثلا في المنطقة ديال خنيف راه كاينة واحد الإعدادية اسمها إعدادية عسوب أسلام، هذا الشهيد وهذا المقاوم وهذا الرمز البطل لطخ اسمه في الدناءة وفي أشكال أو في شكل بئيس من الأشكال ديال استرقاد الإسمنت ديال المدرسة العمومية. كيسرقوا السمة، مؤسسة تبنات خدمت 5 سنين سدات الأبواب ديالها وزلعت التلاميذ ديالها على المدارس وعلى الإعداديات المجاورة، خدمت 5 سنين وجاء البيرو ديتود تيقول لك غادي تطيح على رؤوس الاطر الاداريه وعلى رؤوس التلاميذ، ومن بعد تغلقات. لم يقدم ولو شخص واحد او لم يقدم عفوا الى القضاء لحد الساعه، الناس كلهم فالت من المسؤوليه ومن المحاسبه. لحد الساعه مازال هذا تشجيع على الممارسه ديال هذه السلوكات المشينه والمعيبه اللي تتهضر الاموال العموميه، وما بقاش تتهضر دابا الاموال العموميه فقط بل ولات تتهضر اجيال، دوك الاجيال دوك الاطفال اللي تيجيو لهاد المدرسه وتلقاوها مغلقه اش يقولوا؟ اغلقها الفساد. وغدا مستقبلا اش غادي يقولوا؟ لم تتم مساءله الفاسدين الذين اغلقوا هذه المدرسه
المدرسة في وجوهنا، وهاد الوليدات راهم الآن يجمعون ويحشرون في المدارس ديال البناء المفكك. هاد المدارس ديال البناء المفكك اللي من 1997 توقفت وزارة التربية الوطنية على الاستعمال ديالها. عرفتي علاش السي حميد توقفات؟ لأنها تتسبب السرطان، وهذوك الأقسام راهم تيحتضنوا وليداتنا، ولكن معليش لأنهم يعتبرونهم أبناء المغرب غير النافع بالنسبة لهم، فلا بأس أن يحشروا ولو في الحضائر. هاد الناس هادو اللي تيهضروا لنا على التشجيع بممارسة الجولف، تشجيع بممارسة الجولف، وهما اللي تيباشروا هاد العمليات هادي، وهما اللي تيحاولوا أنهم يزجوا الأساس اللي هو المدرسة العمومية في واحد الدوامة المشاكل لا متناهية في أفق التخلص النهائي منه. لذلك شفنا الصورة، هاد الصورة البشعة وهاد الصورة المستفزة للضمائر الحية ديال مجموعة الأطفال في الشمال، كيفاش في واحد اللحظة ديال الضبابة وهم يستمتعون بأشعة الشمس، ما فكروش في تلك اللحظة بالعودة إلى مدارسهم وباقتراب موعد الدخول المدرسي، ولكن كانوا تفكروا كيف يمكننا بناء مستقبل أفضل. هذا الوطن الذي أصبح يتحاشى البعيد ويفر منه القريب، انظر كيف حولوه إلى نار تلتهم بل تحرق الجلود وتحرق الأفئدة. الوليدات صغار تهربوا، تقولك اللهم الملجأ في بلاد الناس ولا هاد الدفء في البلاد ديالنا. كرهوا الوليدات الصغار في الوطن ديالهم، كرهوهم في الأحضان ديال الأمهات ديالهم، تهربوا من الأحضان الدافئة ديال الأمهات ديالهم نحو الجدران الباردة في دول مجاورة لكي ينعموا بإمكانية حياة معينة، ولو مزاولين لمهن اللي غادي تكون، ولو معرضين أيضا لمجموعة الأخطار بما فيها الخطر الأول هو ديال داك البحر وديال القروش وديال الأسماك وديال واحد المجموعة الكائنات المفترسة في المحيط. هاد الكائن في الأبيض، هاد الكائنات المفترسة لا تخيفهم إطلاقا بقدر ما يخيفهم الافتراس عصابة الرأسمال. لذلك حتى نوجه النقد ديالنا كنقابيين وكمناضلين صادقين وشرفاء وحاملين لهم هذا الوطن ومصالحه ومطامح الكادحين فيه، تنحاول نوجهه لعصابة رأس المال والدولة الخادمة للتصورات ديالهم. كتبالغوا شوية هذه الصورة زعما بهذه الطريقة السوداء، ما كنتش عارفة زوينة زعما في هذا التعليم دابا في هذا الوضع هذا بهذه الدرجة، وكلا عرفتكم بأنكم تبالغون في الصورة السوداوية اللي كترسم. نعم، بالنسبة للتعليم كاين بزاف تيتهموا لنا ماشي حاجة زيان زعما فهاد السنوات الأخيرة، ما كاينش شي تطور إيجابي في المجال. نعم، الحاجة اللي زينة بزاف، زينة بزاف في القطاع ديال التعليم العمومي هي بالنسبة للقطاع الخاص، والتي تقوى والتي توسع والتي تستفد من اللحم ديال البشر. وزارة التربية الوطنية تتاكل كذلك المربيين والمربيات. تخيل معايا السي حميد، كاينين المربيين والمربيات اللي خدموا 5 شهور هذه مازال ما تخلصوش، هادو هما الأساس ديال المدرسة، 5 شهور ومازال ما تخلصوش. دابا كاين مربيين ومربيات اللي كلاو لهم الجمعيات ديالهم فلوسهم رزقهم، وهادو هما اللي تنعطيوهم وتنأمنوهم على الفلذات الأكباد ديالنا على الأطفال ديالنا. الوزارة ما عند وزارة التربية الوطنية إطلاقا ما تقول، بل أكثر من ذلك نقدر نقول لك السي حميد بأن هذا الإطعام المدرسي اللي كان على المستوى ديال الداخليات الإعدادية والثانوية كان تدبروا المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بواحد التكلفة التي لا تساوي ثلث ما ينفق الآن، واحد الثلثين الآن تنفق على الإطعام المدرسي، هذه غير محاولة إغناء هالتجار الأزمات، وهالتجار الأزمات لا يتوانون إطلاقا في نهش أحشاد الأطفال. تخيل معايا الطفل قتلوا الجوع في الداخلية، كيفاش غادي يجي يقرأ وكيفاش غادي يجي يواكب معك الدرس وكيفاش غادي يجي ينتبه وكيفاش غادي يبقى داخل المدرسة؟ لذلك تتلقى النسب الهضر المدرسي عندنا مرتفعة فايتة 300,000. دول مجاورة مثلا تونس لا تتجاوز 30,000، 300,000 30,000، راه هذا وضع بائس، راه ندق نواقيس الخطر وندق الجدران ديال هذا الخزان الرصاصي الذي أصبحت المعيشة فيه لا تطاق. لذلك فإن رجل التعليم ينبغي أن يكون دائما وأبدا هو الرمح
أو رأس الرمح في هذه المعركة مواجهة هذه الخيارات السياسية الكارثية على المستقبل البلاد، لأننا مكوون بها، لأننا محروقون بها، لأننا نعايشها ونعيشها ونعاينها يوميا مع دوك الأطفال، مع دوك الشباب اللي عندنا في الأقسام ديالنا وعندنا في المدارس ديالنا. فين سمحنا فيهم مثلا؟ اللي سمعك دابا بهذا الخطاب السي كبير يقول لك كنتكم على التلام كلكم، وعلاش مشيتوا دابا؟ اسمح لي دابا انا في بعض عباد الله، علاش كتمشيو دابا تسمحوا في الاستاذات تمشيو للاحصاء وتمشيو كذا وتخليو المدرسه وكذا؟ كاين اللي كيسول هذه العمليه يعني، ها انت دابا شو الخطاب اللي كدير؟ صحيح، سؤالك مشروع حقيقة. وباغي نفتح واحد القوس هنا باش نشير، كانت واحد الهجمة اللي كانت منظمة وكانت موجهة وتورطات فيها واحد المجموعة الأقلام اللي تابعة لواحد المجموعة الأجهزة، باش نتصارحوا فيها عزيز غالي. ما تسميش عفاك، واخا واخا لا ماشي ما تسميش، كان هنايا بيناتك انت وياه حيت غايب وصافي، هذا هو ملي تيواجهوا واحد المجموعة الأسماء الصحفية اللي معروفة ومعروفة الأجندة ديالها، وملي تتجي حتى تلك الأجندة واش تتقول؟ تتقول لماذا لم يتحدث عزيز غالي حين كانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تقود ذلك الحراك التعليمي المبارك لمدة 3 أشهر ويتحدث الآن عن شهر؟ بالإضافة إلى مجموعة من الصفحات التابعة لمركزية نقابية بعينها. أقول لك لماذا كل هذا التكالب على عزيز غالي؟ لأن عزيز غالي نهار كانت تنظمت القافلة الحقوقية التضامنية مع عاملة سيكوميك في مكناس اللي واحد 600 عاملة اتصلت به مركزية نقابية اللي منخرطين فيها وقالت لي عزيز لا ينبغي تنظيم تلك القافلة إلى أولئك العاملات لمؤازرة العاملات في معركتهن. علاش؟ قالوا لي لأنهن يشهرن بهذا التخاذل وهذا التعامل وهذا التعاون مع الدولة في سحق أضلعهن وفي سحق هذه المعركة. عزيز غالي قال لهم الحقوق يرى لونين اثنين، الأبيض والأسود، هناك انتهاك لحقهم ينبغي أن تتضامن الجمعية، فتم تحذيره. مجرد استعمال بنية سيئة للتصريح لعزيز غالي، ماذا يقول فيه؟ يقول بأن مكان الأستاذ هو القسم، وأكررها مرة أخرى، مكاني هو القسم، تمام. أنا في القسم وينبغي أن أتواجد في القسم. إذا ضد مشاركة أجزاء الإحصاء؟ بالنسبة للمشاركة أنا أوجه كل اتهام لوزارة التربية الوطنية، هذه الوزارة التي تعمل على بت كل ما يمكن أن يخلق نوعا من النفور من المدرس ومن المدرسة العمومية. هاد وزارة التربية الوطنية تطرد لنا الحساب اللي تطرد لنا هو ديال السنة الماضية حيت كنا رافعين شعار المدرسة العمومية، الآن بغات تورينا بواحد الوجه بشع ديال هادوك راه غير المرتزقة، هادوك راه تيقلبوا غير على الفرص ديال مراكمة المال. نقول لها لا، المكان الحقيقي ديالنا هو المدرسة، المكان ديالنا هي الفصول الدراسية ديالنا، حيت تنقول الأستاذ قاد معركة وأطر معركة وشارك. راكم عاونتوها إذا كانت هذه أجندة ومخطط، انتم خدمتوا الاجندة مزيان، لان ربما ما كانش الاستجابة المجتمع ما انتبهش هذه النقطة، مو في الاحصاء كيشاركوا في الاجندة تاريخيا، ولكن عندما سلطوا عليه الضوء وتم راه عاد بان ما تسميها انت بالاجندة، واش ما خدمتوش هذه الاجندة ملي افتعلتوا هذا الصراع دابا؟ بالنسبة لنا الخدمة ديال هذه الاجندة نحن نحاول ما امكن ان ننأى بأنفسنا عن كل ما يمكن أن يمس المدرسة العمومية. إحنا التحقنا بالأقسام ديالنا وخدامين في الأقسام ديالنا وتنحملوا وزارة التربية الوطنية اللي تتحاول أنها تستغل واحد الوضع الاجتماعي اللي هو بائس لأسرة التعليم من أجل أنها تخلق النفور من المدرسة العمومية. إحنا العدد الأضخم والعدد الأهم من رجال ونساء التعليم في الأقسام ديالهم. بالفعل طرتنا واحد المجموعة المشاكل، الآن تتصلوا بنا واحد المجموعة الأساتذة وتيقولك بأن المديرين المؤسسة طلبوا منا باش نشدوا التلاميذ ديال واحد العدد معين الأساتذة اللي شاركوا في هذه العملية الإحصاء. حنا تنقول لهم ما تشدوش دوك التلاميذ، خاص وزارة التربية الوطنية اللي خلقت هذا المشكل تحل هذا المشكل. لماذا لم تلجأ للأطباء باش يمشيو يديروا العملية ديال الإحصاء وتخلي حتى المرضى حتى هما يتسناو في انتظار يرجعوا الأطباء؟ لماذا لم تلجأ للرجال ديال الدرك ولا ديال الشرطة يمشيو يديروا ويخليو كذلك المرافق ديالهم لمدة شهر في الانتظار؟ وزارة التربية الوطنية
الإسلامية تعتبر هذا القطاع غير منتج. هذه نقطة، لماذا الحكومة المغربية ما تشيل رجال الدرك أو رجال الشرطة أو الأطباء أو كتاب الطب أو قطاعات أخرى ولجأت للنساء ورجال التعليم؟ إذا بالنسبة لكم هناك مستهدف هذا المرفق ديال التعليم كتلامد ومستهدف صورة الأستاذ، صح؟ تسويدها داخل هذا هو الأجندة. تفضلوا. نعم، بالنسبة لوزارة التربية الوطنية ديال الأجندة، لذلك الآن جات المرحلة ديال المحاسبة ديالها بأنها تتحمل المسؤولية. كان بالإمكان تنظم هذه العملية خارج الأوقات الدراسة، أستاذ قرر بعد السوايع بالإمكان يمشي يشارك في هذه المهمة مورا 12 ويدور واحد المجموعة ديال المنازل ويجمع تلك الإحصاءات، مع أن حتى مشكل هنا كان بالإمكان أنها تلجأ لها في شهر 8 ياك شهر ديال العطلة ويمشيوا الناس يشاركوا في هذه العملية وما عندنا حتى مشكل. أما باش تلجأ لها في البداية الموسم وفي المرحلة ديال التقويم التشخيصي وفي المرحلة ديال الاستقبال ديال التلاميذ، فهي المتهم وهي المدان وهي اللي تنوجه لها صياط النقد اللاذع. بالنسبة لنا ونحن نتحدث دائما عن رجل التعليم، وأنا دائما أحاول أن أعطيه واحد القيمة لنبعة من الأدوار الطلائعية اللي تقوم بها. السنة المنصرمة كنا ندافع على المدرسة العمومية عن حق وبحق، في حين أن فئات أخرى لا تدافع سوى عن مصالحها الأنانية الضيقة والصغيرة. نعطيك كنموذج المحامين. واحد المعركة قدها قداش، واحد العدد المقالات قدو قداش، وقفات احتجاجات على المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية اللي تتنتهك كل الضمانات، بل تعتبرون مجرد عبيد. بالإمكان لإلقاء كلنا متابعون في حالة صراح، بالإمكان لإلقاء القبض علينا في أي مرحلة، بل أكثر من ذلك حتى القضاة، بل أكثر من ذلك وطلقات ليد النيابة العامة حتى المقررات القضائية اللي تصدروا هاد القضاة. يعني ذاك القاضي، ذاك المقرر القضائي ديالو تيقولوا ليه احنا تيتبعونا بتحقير مقرر قضائي. الان النيابة العامة تتحتقر القاضي ومقرره القضائي، ولكن السادة المحامون لم ينخرطوا في هذه المعركة. نذكروا في هذه النقطة باش الناس اللي كيتبعوا معنا ربما ماشي كلشي متبع، وانه في الاوضاع التشريعية السابقة في القانون السابق المسجلية كان القاضي ديال الموضوع باش الناس كيفهموا، القاضي اللي كيكون وراه الملك واللي كيكون وراه اللي كيصدر الحكم هذا كان كيوديعه قاضي في السجن، ما كانش كيدوز الحراسة النظرية، ما كانش بحث تمهيدي عن الشرط. دابا اليوم مستجدات جديدة ولا هذاك القاضي الموضوع حتى هو غيدوز بحالنا بحالو في الحراسه وشدوا الشرطه القضائيه، صحيح؟ اذا النيابه العامه كيبان لكم تزادت الطول، ماشي غير تزادت، هناك فرعنه للسلطه التنفيذيه على حساب جميع السلطات الاخرى. كاننا في مرحله تشكل لملامح نظام راسمالي جديد تتحرر فيه الدوله من كل الوظائف الاجتماعيه ديالها، وحنا شرنا لها في التعليم كيفاش انها حتى جوج درهم سرقتها للتلامذ، واش تتادي غير الادوار القمعيه والادوار ديال تنظيم مصالح ديال الراسمال. كيفاش كتفسر كاع القوانين من اخطر ما كاين في هذا العهد او في هذه الحكومه هذه المغربيه؟ حتى حاجه ما كترفض، اي قانون جا مهما كان كيمر على الشعب، بقى الشعب كيتفرج. كيف كتفسر هذه المعادله؟ حنا تنعتبروها الان حرب طبقيه، حرب طبقيه حقيقيه للشعب المغربي، موجهه ضد الشعب المغربي وموجهه ضد كل القوى الحية، بل فيها واحد الانتهاكات، بل هي مجزرة حقيقية، مجزرة اللي كنا تنقول حتى على المستوى الصحفي من بعد الإطلاق ولا الإفراج على سليمان وعلى عمر وعلى سعيدة وعلى واحد المجموعة ديال الصحفيين، كنا أتوفيق كنا تنقولوا غادي تسد هاد المزدوجتين ديال الانتهاكات اللي فظيعة للحق في التعبير. ولكن احنا تنتفاجئوا مورا بفتح قوس جديد باش يبداو مرحلة جديدة وهي متمثلة في المحاكمة ديال كاس الحكم. نحن في نفس اليوم، يعني بالنسبة لنا هما خرجوا نهار ناس خرجوا هما 30 تصور كان الإجراء ديالنا في فبراير، وقع السيمة فبراير ماس أبي تصور اليوم عفى الملك غدا المتابعة ديال صاحب ديال غدا وكيبقى هادي عاوتاني ما عندناش ما كاينش هادي مرحلة جديدة، كاينة الجولة الثانية ثاني في الانتهاكات الممنهجة. راه ما بقاش المشكل عندنا آفة، ولا دابا منظومة شكل من أشكال التدبير. لذلك ما تنحاولوش إطلاقا أننا نفصلوا ما بين النضال السياسي والنضال الاجتماعي، وتنحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا
المفصولات القائمه بيناتهم. لذلك ملي تيهضر معاك نقابي وحنا تنشوف واحد المجموعه ديال المركزيات النقابيه اللي ولات مسايره للتعديات ولاد العدوان على الطبقه العامله المغربيه. غير الوقت كيزحم ندوزو للمحور الثاني مادام فتحتي هذا الجانب ديال القانون دي. شنو خالعكم باقتدار شديد نقربوا الصوره للمغاربه؟ ما هي المواد؟ حيت اي دوله خصها قانون اضرب في العالم ضروري هذا النشاط هذا خصو يتنظم. حنا ماشي في غابه. انا بغيت نسولك شنو كيخلعكم في هذا القانون التنظيمي؟ شنو المواد اللي جايب به خطيره؟ لا شكرا جزيلا سي حميد. بالنسبه لنا هذا القانون قانون التنظيمي 97/15 فيه واحد 49 غادي يدوز بعدا غادي يدوز اي قانون جا غيدوز عادي شي يجيك القانون ديجاك على بالك عرفتي هنا فاش ذكرتي معناتها مركزيات مشاركين في التوقيع على هادشي واش تيقولوا؟ لا اللي تيقولوا تيقولوا علاش الحكومه مشات حطاتو لمكتب مجلس النواب وما حطاتوش لمكتب مجلس المستشاري؟ وزعما غير غتحطو لمكتب مجلس المستشاري وغادي تحيد قولوا لنا شكون هاد القوانين اللي حيدتو لمكتب مجلس المستشاري؟ هادو مؤسسات ديال التجميل ديال الديكتاتوريه. كاين داك خطاب الديكتاتور محمود درويش سانتقي شعبي واحدا واحدا. الآن هذا القانون التنظيمي للإضراب ينتقي من له الحق في إعلان الإضراب واحدا واحدا، بل أكثر من ذلك. هذه هي المواد الخطيرة. المواد 49 مادة باستثناء المادة الأولى هي اللي ماشي خطيرة. علاش ديك المادة الأولى؟ قالت تطبيقا للفقرة الثانية من دستور 2011 يأتي هذا النص لتنظيم الجوانب المتعلقة بالإضراب. مع ذلك 48 مادة كلها خطيرة. نبدا معاك من الاول من التعريف ديال الاضراب اللي عطاه المشرع. تيقول كل توقف جماعي وحيدنا واحد الانواع ديال الاضراب. توقف بالتناوب مش حيدو. مدبر اللي تيجي من بعد وتيحاول ينظمو تيقول لك خاصو يكون جمع عام وخاص يكون فيه ثلاث ارباع ديال الشغيله وخاص التصويت يكون على الاضراب بالاغلبيه المطلقه للحضور. يعني خاص من الاول ها الشرط ديالو. يقدر غدا ما خلصناش المشغل ديالنا ولا ما خلصتناش الدوله لان هذا القانون التنظيمي تينظم الاضراب في القطاع الخاص وفي القطاع العام. باش نعنوا الاضراب تيقول لك لا خاصك واحد المجموعه ديال الخطوات تنفذها على الاضراب. تقريبا خاصك واحد شهر وشهر وشي حاجه عاد على الاضراب. وحتى في حاله احترام هذه الاجراءات الشكليه اللي متخانه بواحد المجموعه ديال المراحل البيروقراطيه اللي ما قادر حتى تنظيم نقابي انه يحترمها غادي تعاقب بالاقتطاع عن هذا الاضراب وبتحمل المسؤوليه المدنيه والجنائيه في حاله حدوث اضرار بالنسبه للمشغل. وتنشوفوا في انظمه قانونيه مقارنه في مصر مثلا. مصر من بين الحويجات اللي تيطالبك بهم القاضي خاصك تدليليه بشهاده تثبت استنفاذ مراحل المصالحه ما بينك وما بين المشغل عاد باش مشيتي تخوض الاضراب. حتى في حاله وجود نيه عدم معالجه اي ملف شكون تيخلي تاع عباد الله باش ينوض يحتجوا؟ لان الدوله ولا لان ذلك المشغل لا يستجيب اطلاقا لمطالبهم القانونيه على علتها احيانا والمرتبطه بمدونه الشغل. بل هناك قطاعات ما بقاتش فيها العمليه ديال الاضراب كلها. الان تنشوفوا بان هذه العمليه هذه ديال الانتهاك التام او خلق الارض المنهوبه والمنكوبه والمحروقه في المغرب. انا ما تنسميهش قانون تنظيمي للاضراب، تنسميه قانون تجريمي للاضراب او قانون الباترونه لمصادره الحق في الاضراب. علاش نقول لك بانه غادي يدوز؟ في 29 ابريل 2024 29 ابريل 2024 نعم اتفقت المركزيات النقابيه الثلاث مع الحكومه على انها غادي تساهم في الاخراج ديال هذا المشروع ديال القانون. غادي تساهم بشرط معالجه واحد الخمسه ديال النقيطات. شكون هما دوك النقيطات ملي تنجيو لهم سي حميد؟ تلقاهم نقط اللي هي تافهه وفارغه. بل اكثر من ذلك اكثر من 30 اجتماع ما بين الحكومه وهذه المركزيات النقابيه ولم يتسرب ولو سطر واحد مما حصل. لذلك نعده اتفاق من وراء ظهر العمال. ولذلك ندعو في الجبهه المغربيه لاسقاط قانون التقاعد وقانون الاضراب الى المواجهه في الميادين، المواجهه في الشوارع، المواجهه في الساحات لهذا القانون المنتهي. المواجهه هي هذه المعركه.
ولذلك كاينه غندار والعافيه والمهجه. لان هذا الوضع تيفرض علينا احيانا تنتذكر السي حميد تحكم محكمه جنائيه. تنتذكر بان واحد الاستاذ جامعي المواجهه باش المواجهه هو في اطار القانون وفي اطار كتعرف دابا رايك استاذ جامعي وكنت في العرض ديال الاطروحه ديالي للدكتوره وملي بقيت تنقدم ليه الوضع كيفاش كنا تناقشوا الملكيه ودور الفاعلين السياسيين في الانتقال الديمقراطي وملي بقيت تنعطي الارقام والوضع قال لي انت متشائم قلت ليه لا الواقع اسود وانا احاول ان اقدم لك صوره هذا الواقع فقط اش قال لي بارك عليا من هاد الهضره والله يعاوننا ويعاونك شوف مادام شويه بعد المره كتعرف الحوار والناس كيف شويه ديال المستملحات ما نبقاوش عايشين عفوا الضغط نفوجوا شي شويه خلينا نعاود لك واحد الواقعه ونكملوا. هذه السي كبير فكرتيني في واحد نقولوا نكته يحكى ان وسط الجامعه بنفتحوا باب فين ما نبقاوش عايشين في الضغط والنار والمواجهات. يحكى انه في احد الفصائل الطلابيه جلس مع عميد أولى الكلية في إحدى الجامعات المغربية والراجع غتكون محمد عبد الله في فاس يحقى. إيوا قال لكم كان المعركة واخدين على طوبيس ريستو ميكل هذيك المطالب الخبزية المادية بسيطة. السيد قال لهم تعالوا جلسوا نتحاوروا شنو كاين. بدا كيتحاور معاهم ويقلدوا عليه المتاريس وزرع المتاريس والنظام اللاوطئي وبالحديد والنار وبكذا. هو كان شوية قال لهم بلاتي وليدة الله يجزيكم بخير. قال خلاهم ناض مشى الشرج المفتاح كيطلع هكا شاش صاحبي من الاخر عاوتاني كيطل قال لهم واش قاعد قال لهم انا صحابي حسمتوا السلطه ودايره بيا هنا لقيت عينا في المغرب انا جلست على الطوبيس بقاو عليا انا ويمدي عمام فهمتيني ملي كتبقى تسمع هاد انا بغيت نسولك كذلك كاين البعض اللي كيقول لكم السي كبير لماذا تكتفون فقط باي حاجه اعطيونا انتم انتم تاريخيين كتاخذوا مشروع ديال اعطيونا مشروع ديال انتم شنو المشروع ديال هذا الاضراب شي اعطيونا شي تصور شحال عندكم شي تصور. هاد الناس ما جلسوش معنا باش ننظموا ولا باش نفكروا معاهم جماعه كيفاش ننظموا الاضراب وعلاش نديروا الاضراب وشكون هو الاضراب ومواثيق دوليه اللي وقعها المغرب وملتزم بها في المنتظم الدولي باش يحترموها في هذا القانون التنظيمي للاضراب. كون كانت هاد الحويجات غادي نصفقوا لهذا القرار ونقولوا هذا جيد جدا. غنعطيك مثلا ملي تنجيو وتنحرموا جمعيات المجتمع المدني انها تتابع الفاسدين. والسي عبد اللطيف وهبي اللي تيتابعك الان سبق ليه في البرلمان قال الا خلينا الجمعيات تبقى تتابع الفاسدين غدا ما غاديش نلقاو اللي يترشح. مصيبه يعني تيقول لنا خليو الفاسدين يترشحوا خليو الفاسدين يكونوا رؤساء جماعات خليو الفاسدين يعيتونا فسادا في البلاد باش نستمروا حنا وباش نبقاو حتى حنا وباش ناكلوا ونتقاسموا معاهم الخيرات البلاد. داكشي علاش نقولوا الخطوره ديال هذا التدبير هذا ماشي تدبير فاسد تدبير مفسد ايضا تيحاول انه يقحم تيحاول انه يجر تيحاول انه يورط هذا المستنقع كل هاته النخب. واش تقدر دابا بهذه الصوره اللي كتقول كاين البعض اللي يقول سي ربما وهبي تما كيهضر على يعني ماشي الفاسدين انهم ربما الشكيات كاين بزاف وكاين بعض الانسان عنده غا كاشي وغا واحد كيقصد واحد الحال. واش تقدر تنفي مثلا شحال 45 مليار درهم اللي صرفت في الملف ديال هاد غير الاساتذه وهذا واش هذا ماشي اشاره طيبه من الحكومه؟ علاش كتصور راه فلوس 45 مليار درهم الكلفه ديال هاد ربي نقاطعك في هاد النقيطه. نعم 45 مليار درهم تصرفت تبان كبيره وانا نعطيك 90 مليار درهم تتنهب من الخيرات ديال المحيط الاطلسي والبحر الابيض سنويا وهذا في تقرير لوزاره الفلاحه 90 مليار درهم تتسرق. ويلي كل شيء يبقى يقول له 45 مليار شكون يدير الشكايه؟ ما كاينش ما كاينش اللي يدير ما كاينش اللي يتابع وما كاين حتى حاجه هي بالعامة تيكون تلبس قال لك هذا الشيء علاش نقولوا هذا الوضع بانه ماشي هذا يثير فينا المشاعر ديال الحنق ويشعرنا بان لنا وعلينا ثأر كبير بالنسبه لهذه السياسات اللاوطنيه الديمقراطيه لا شعبيه. القانون ديال الاضراب تحول الى بحال بعو تاريخي قانون كل حكومه راه كتجبدو. نعم شنو الهدف؟ واش اصبح بحال داك سيف سميتو على الرقاب ديال شنو الخلفيه؟ لماذا كيتعامل مع القانون؟ كاين صندوق النقد الدولي مغرق البلاد في كريديات اللي كريديات تتوجه لاستثمارات استعراضيه استثمارات ديال شوفوني تي جي في اكبر برج اكبر طريق سيار اكبر ما عندها حتى تاثير على انماء الدخل مستقبلا لرد
هاته القروض، ما عنده حتى تأثير على الواقع المعيشي ديال عباد الله، بل أكثر من ذلك خربت البلاد. احنا تنشوفوا المسيرات ديال العطش كيفاش ولات، والانتفاضات ديال العطش في المغرب كيفاش ولات، تنشوفوا بأن هاد الناس كبار المستثمرين في البلاد اللي كانوا تيستافدوا من الإعفاءات الضريبية ولاو تيستافدوا تاني من المال العام. من أجل ماذا؟ من أجل الاستمرار في الإنتاج ديال واحد الزراعة التصديرية باش نطعموا بها أوروبا ونجوعوا الشعب ديالنا. لأن هاد البنك الدولي تيقول لك هاد المواجهة ولا هاد الوضع هذا ما يقدرش يبقى مستمر هكا وآمن الوضع، خاصني نوضع واحد الترسانة ديال القوانين اللي تكبل الأيدي الفلاحين ود العمال ود مجموع الكادحين كلهم باش نواصل تفتيش ديال آخر درهم في العروق ديالهم نردها للخزائن ديالي. هذا الوضع البائس هو اللي خلى هاد الترسانة القمعية ديال القوانين باش تمرر في هاد الشروط، هو اللي تيفرض لنا المصلحة الاقتصادية ديالنا والاجتماعية ديالنا والسياسية ديالنا نواجهوها. ما نقدروش نواجهوها احنا كنقابة تعليمية بوحدنا كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لذلك مدينا اليد لواحد المجموعة المكونات نقابية باش نبنيو واحد الجبهة، لأن في المصلحة ديالنا يا إما نقدو الوطن يا إما نخليه يمشي لواحد الفوضى اللي غادي تكون مدمرة بالنسبة للبلاد كلها ومخربة للمستقبل ديالها. هذا الوضع هذا غير مقبول، بل أكثر من ذلك هذا القانون التنظيمي للإضرام قال لك ممنوع الاعتصامات وممنوع الوقفات، وبإمكان السلطة أنها تزلع هذه الاعتصامات، بل أكثر من ذلك بالإمكان إيقاف الاعتصامات وبالإمكان متابعة النقابيين بجرائم الحق العام، وكاين عقوبات سجنية اللي تتوصل حتى لعامين. عندنا واحد الفصل 288 من القانون الجنائي راه مئات العمال مساكن اللي راهم رشاو في الحباسات وضيعوا الأسر ديالهم، وعندنا واحد المادة 5 من مرسوم 1958 المنظم للإضراب في القطاع العمومي، غادي يبقى يتطبق علينا. عندنا واحد ظاهرة الصخرة اللي كنا تنقولوا مشى غادي يجي، لذلك تنقولوا واحد الوضع اللي تيستدعي منا التكاتف والوحدة واستخلاص الدروس من أجل إيقاف هذا الكابوس، كابوس اليقظة وكابوس النوم. كاين واحد كاين البعض اللي كيوصفكم واش مكاينش شويه، وسمح لي انا كنقول لك البعض كاين شويه انتهازيه في هذا العمل ديالكم نتوما، لا المركزيات النقابيه لا النقابين في هذه البلاد كامل، علاش كتعطيو بظهركم لواحد الناس؟ البارح هما كانوا معاكم كيتقاتلوا معاكم كينشطوا لكم الدوره النقابيه والدوره التربويه والدور، غير مسكين كيتقاعد ما كيبقى قاعد حتى واحد، واش مكاينش انتهازيه هنا؟ علاش متقاعدين؟ علاش ما كتفكرهمش؟ علاش حتى شي واحد ما كان حتى شي نقابة ما كتفكر؟ كلشي كيتزاد، كلشي متقاعد، كل فهاد المعيشة كتزاد، الأسعار كتزاد، والمتقاعد مسكين حتى واحد ما كيفكر فيه. صحيح جدا، غادي تكون واحد المعركة في أكتوبر ديال المتقاعدين أيضا، وغادي نخرطوا فيها كنقابيين. بالفعل هذه الملاحظة ديالك وجيهة، أنا تنشوف مركزيات نقابية تيمثلوها واحد المجموعة المتقاعدين على حافة القبر كلهم، ورغم ذلك لا يناقشون مشاكل المتقاعدين. أنا تنتسأل معك واش يكفيهم المعاش ديالهم لتدبير حياتهم أم يستفيدون من أشياء أخرى ومن مداخل أخرى، وأنا متفق معك طولا وعرضا في هذه الملاحظة هذه، بل أكثر من ذلك لو زعمت متقاعدة كلهم متقاعدين حتى واحد ما تيدافع على المتقاعد، يعني عايش بحبوحة العيش وفحش العيش بطرق أخرى. لا كاين مساكن اللي ماشي كاملين حتى واحد فيهم ما مسكين، واش هذاك واش الاخر واش الله يجازيك بخير واش الناس كلهم في اردن العمر وما تيدافعوش على الفئه ديالهم كلها. ولاباس لاباس لاباس برجوازيين لاباس عليهم وجمعوا الفلوس بزاف، لذلك حنا ما تنترزقوش بالعمل النقابي وما تنتمعشوش بالعمل النقابي، كون كنا تنترزقوا به وتنتمعشوا به غادي نجي عندك السي حميد ونقول لك الوضع بخير في البلاد وحنا واحد المجموعه ديال الانجازات وخاصنا نتعاونوا. هذا الخطاب واش ماشي زعما ماشي في صالح البلاد؟ كتلقى مركزيه نقابيه وزعما كتصورهم انتم غامرايقيه مرتزقه وانكم بوحدكم اللي واش هذا يخدم؟ واش ماشي زاد خرج على الحركه النقابيه؟ لا، احنا ملي تنوجهوا الانتقاد ديالنا تنوجهوا لواحد الخط داخل هذه المركزيات النقابيه وتنسميوه الخط المتعاون،
كاين واحد الخط متخاذل اللي تيعكس واحد الصوره سياسيه معينه ديالاش ديال بانه بالامكان التغيير من داخل واحد المجموعه ديال المؤسسات بالاسئله الشفويه وبالاسئله الكتابيه، وتيحاولوا يتخلصوا من الهموم ديال هاد الطبقات كلها ونسجوا علاقات ونسجوا مصالح اللي ولات ربطهم بهذه العصابة الرأس مال، وتيستفدوا من الفتات ديالها ومن البقايا ديالها، وعطاتهم كفاءتهم في واحد المجموعة المؤسسات خدامين فيها وكفاءتهم واحد المجموعة الأعمال الاجتماعية. شتي نهار بغات تلوي سي حميد الدولة باش تمرر قانون الإضرار باش تمرروا مع هاد النقابات وغتلوي لهم ليد، رمات مقالة قصاصات في واحد المجموعة الجرائد ديالها، واحد قالت ليه سرقتي أموال الزلزال، شي واحد اخر قالت ليه سرقتي اموال التعاضديه، شي واحد قالت ليه سرقتي اموال المؤسسات الاجتماعيه، ومن بعد مشاو هاد الناس يقدوا مع الامور كلها. علاش واحد المره ماشي انا ماشي كنزكي هضرتك لانه هذه كتبقى بصح، لان كاين بعض المحللين علاش الريع خطير والشفار خطير والضعيف النفس ولا الحس الوطني ما كتحطوه في المسؤوليه، فكتدوز المشي كان مجدود ولا كان فاسد دغيا كدير فيه اللي بغيتي، كان الريع كلمه في حق هؤلاء. شكيب بن موسى، شكيب بن موسى اقتضى بعفاك، نعم مرحلة سوداء، عفاك بدون إساءة، مرحلة سوداء مارسته نعم. بدون إساءة لعرضه أو شخصه أو لا إطلاقا لا. مرحلة سوداء ومرحلة أيضا خضراء في النضال وفي إلهام التجارب النضالية المستقبلية. اللي بغى يحقق شي حاجة خاصه حراك مثل حراك رجال ونساء التعليم المبارك. كلمة في حق السيد بدون إساءة مالخلص السيد، نعم يعكسوا مصالح طبقة اللي مستفدة من الخيرات ديال البلاد ويعيشوا بحبوحة العيش الرغيد، ولا يمكنه إطلاقا أن يتحدث باسم العمال والعاملات وعموم الشعب المغربي المنكوب والمقهور. كيفاش كتبان لك هذه الصورة ديال النقابي على رأس مؤسسة تشريعية المجلس المستشاري؟ يعني هذا الوضع كيفاش هو نقابي وكيترأس واحدة من أهم الفصائل النقابية جهات الشغالين بالمغرب وكيدوز قوانين كيفاش الوضع زعما واش يخدم ولا هذا هو الوضع كالعالم حتى كرئيس مجلس البرلمان؟ نعم تنقول واحد الخط سياسي معين اللي مقرصن منطقيا النقابيه. واش منطقيا رئيس نقابي يكون رئيس مجلس مستشاري؟ يقدر يكون بالنسبه يكون التمثيليه ديال العمال وديال الطبقه العامله في البرلمان وهذه، ولكن من اجل خدمه العمال وليس من اجل خدمه الراسمال وسحق العمال واضلع العمال. هذا واحد الموضوع كذلك مهم بغيتك في كلمه شرتي له، ولكن بغينا في مبقى اقتدار هذه الوثيقه بعدها حقيقيه لانه الجولف نعم تشجيع التلميذ استغرب انه ما منشورش موقع رسمي. هذه الوثيقه صحيحه؟ نعم واحد العدد كبير ديال الوثائق ما تنشرش في الموقع الرسمي المغرب كامل. هادشي نعم وكل شيء دايره في المغرب. حنا بغينا نديروا الجولف عندنا حنا كاين راه فيها دابا المشكل فيها تشجيع التلاميذ، يعني راه التلاميذ يمارسون الجولف خاصنا غير نزيدوا نشجعوهم في الوقت اللي المدارس ديالنا ما فيهاش الساحه، ما فيهاش الساحه ما فيهاش المدارس السي دابا كامل ما فيهاش الكره كتبان. انا اللي كنعرف كاين شي مدرسه اللي بداو دابا في ضحايا الزلزال تالو بقى 1000 مدرسه رايبه صحيح ما كاينش مراحل. النص كاين احصائيات رسميه ديال 40% ديال الفرعيات ما عندهم لا مراحل، ما كاين لا مراحل لا ما الشرب حتى حاجه. كيفاش كدير الجولف زعما؟ انا بغيت نسولك هاد المسؤولين بعضهم المغاربه هاد العقليات اللي كيحكموا كيفاش تما كيتصورونا كيفاش زعما الجولف اش خاصك العريه؟ بالنسبه لي بالامكان ان يتحدث عن الجولف بالنسبه للمدارس الخصوصيه من خمسه من فئه خمسه نجوم، لان حتى المدارس الخصوصيه فيها واحد مجموعه الدرجات على حسب الجيب ديال الاباء. ونتذكر العباره اللي بغى يقري ولادو يضرب لجيبو، الان بالفعل ما بقاتش المدرسه واحد الفضاء لتحقيق العداله الاجتماعيه بقدر ما ولات واحد المؤسسه لتكريس البؤس الاجتماعي والحكم على واحد المجموعه ديال الاجيال بانها تعاود تنتج البؤس اللي تيعيشوا الوالدين. اخر سؤال غادي شكون في الهضره شكون هذا الوجه اللي غنوريك؟ خاصو يكون شي نقابي مناضل شريف نعتزو ونفتخر بالممارسه ديالو. نعم هو كان صديق ديالي. نعم صديق ديالي في التنسيقيه كان كان لا بالحكم العلاقه والتواصل اللي كان عندنا في المعركه ديال حاملي الشواهد، كان يمثل تنسيقيه المجازين وكنت امثل تنسيقيه المسطريين. الفرق اللي كان في الاداء ديالنا كنت اناضل داخل تنسيقيه المسطريين بنفس نقابي مقاوم ومكافح، دائما استحضر التنظيم والتخطيط والوعي والحوار
التفاوض، انتزاع مكاسب الشغيلة ومراكمتها والمواصلة ديال الدم، وهو كان يمثل تنسيقية أخرى معينة. نسقنا مجموعة من الخطوات، اختلفنا في تدبير مجموعة من الخطوات النضالية. دفع عليه مناضل صفت مناضل؟ بالنسبة لي أنا شخصيا اللي تنهضر على مناضل إلا ما تربطش النضال السياسي بالنضال الاجتماعي بالنضال المر